مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في ليالي المهرجان، حاليا متوجهين الى كواليس الحفله الفنيه الاولى على مسرح المروج، جايين دردش مع الفنانين، ناخذ ونعطي معهم وايضا نعيش اجواء الكواليس، يلا نشوف. وصلنا للفنان احمد العمري. احمد امسى عليك بالخير. مساء النور عبد الله. احمد جاهز للحفل؟ ان شاء الله باذن الله. ايش اللي محضره للجمهور؟ محضر اغنيه واحده فن الربوبه وواحده فن التسميع، والربوبه بعنوان نجم النعايم، واليوله بعنوان ابو العيون السود. شوفك كذا في بحث صوتك ارتباك احمد، انت متعود على المسارح؟ والله ماشي ارتباك يا اخي. الله يسلمك. طيب احمد، نريد شيء حصري. نحن سمعنا في الاونه الاخيره انه عندك عمل حصري مع الشاعر مستير قابوب، لو تعطيني اياه حصريا حاليا. سهروا عني طوال الليل وحداني، في فكري ثاني أفكر في أمير الخود، وش بس بلاني أحبه أبو العيون السود. الله الله الله، يعني هذه قبل 4 أيام يعني حصرية لجماهير مسرح المروج، الحفلة الفنية الأولى على مسرح المروج لبرنامج ليالي المهرجان. إن شاء الله، وشكرا على الاستضافة الأستاذ عبد الله. وصلنا للنجمة التونسية يسرى محنوش، مساش الله بالخير ونورتينا في صلالة. عايشك ربي يخليك. الله يخليك. قبل لا أبدأ في الحفلة، زرتي مناطق في صلالة؟ طبعا، يعني أنا هذه ثاني مرة في صلالة، وصراحة يعني من بلدان القريبة لقلبي جدا سلطنة عمان كلها، وصلالة عندي كمان معاها هكا محبة خاصة لأنه نشم فيها ريحة البحر وهذا الضبيب الحلو والخضار اللي اكتشفته مبارح في عين ثوب، يعني خضار رهيب ما شاء الله. مثل هذه الأجواء تلهم الشاعر، تلهم الفنان؟ هو أكيد يعني الفنان الطبيعة تأثر عليه برشا، وأنا الجو في صلالة عامة يعني لائمني، يعني ونحس برغبة في الـ في الـ في العطاء أكيد الفني. إن شاء الله يا ربي يكون اللي جهزناه الجمهور صلالة الحلو حلو إن شاء الله. تعرف عليك؟ ياسر محمد. من وين؟ الأردن، المملكة الأردنية الهاشمية. والنعم. ياسر، أنت من جمهور الفنانة يسرى؟ بالطبع أكيد. كيف شفت الحفلة للحين؟ والله أجواء جدا جدا حلوة، ومستمتعين إحنا والعائلة، حتى موسم الخريف السنة هاي يعني مبشر، ونتمنى كل التوفيق والنجاح للقائمين على هذا المهرجان. حفلات مهرجان صلالة السياحي لهالسنة غير؟ أكيد أكيد غير. تتمنى يسرى تغني أغنية معينة في البال؟ ميحانة ميحانة. جيت مشان يسرى؟ عشان يسرى لأن نعرفها احنا فنانة تونسية وكذا، يعني حابين نشوفوها في عمان، وبصراحة هي صوتها رائع، لهذا السبب احنا جينا اليوم حتى نتفرجوا فيها. كيف الحفلة للحين؟ كيف الحفلة؟ والله الحفلة بصراحة نظام ممتاز، والأجواء رائعة، والصوت حلو، والجمهور ما شاء الله يعني.